وبركاته، معاكم محمد تحسين من قناة الشاشاجي. ازيكم عاملين ايه؟ اتمنى تكونوا بخير وصحة وعافية ان شاء الله. في الفيديو ده هوريكم ازاي تربط الاكسل بالباوربوينت، بحيث لو اتعدل حاجة في الاكسل يتظبط في الباوربوينت، او والعكس ان هو يحصل له الابديت بتاعه على طول. بص، كل عليك انك عندك مثلا جدول زي ده مثلا في الاكسل، هتيجي تعلم عليه كده كوبي كوبي، وهتيجي هنا عند كلمة ده الباوربوينت، هتيجي هنا هنا، وبعد كده هتيجي عند بيست سبيشال بيست لينك اهو، اللي هو الجدول ده. طب الجدول ده اتنقل اهو. طب انا دلوقتي هنقل مثلا، هكتب بدل محاسب دي هكتبها ان هو مخزن. بصوا كده، ركزوا، مخزن اهي، اتنقلت بقت مخزن. طب تعالى نكبر الكلام ده كده شويه عشان تظبطها كده، يبقى شيب فورمات الاين سنتر و line vertical اهو، بقى مخزن. طب لو انا شلت المخزن دي ومسحتها خالص، اتمسحت هنا بس كده. شكرا جدا ليكم، وما تنساش تعمل لايك وتشترك معايا في القناة، لان فعلا فعلا انا والله بتعب والله عشانكم، فاتمنى انك تشترك معايا وتعمل لايك للفيديو. شكرا جدا ليكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.